هنا في ولاية برج بوعريريج وعلى اختلاف باقي المحلات يقدم الجزار خليل اللحوم الحمراء المستوردة المدعمة من ولاية تمنراست للمستهلك بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن. حبيبي شحال راهو اللحم؟ الله يبارك هالأسعار رانا نشوفوا فيها تراجعت بزاف. الدولة قالت ندعمكم، قالت ندير الدعم باه نرخف ترخف السوق، باه يترخف شويه السوق تاع اللحوم. اسعار اللحوم في انخفاض مستمر باذن الله. لحوم نجيبوا فيها من تمنراست مدعمه من طرف الدوله. بارابور كيما كان البقري وقت فات واحد الشهر كان غالي، دوكا الحمد لله الله يبارك دوكا راه ولا بالعظم 130,000، بالعظم ولا 130، عندنا الهبره ب 185 ومازال ان شاء الله يزيد يطيح. خطوة استحسنها المواطنون كون شراء المادة في الفترة الأخيرة اعتبر من الرفاهيات، وعلى أمل استقرار الأسعار في قادم الأيام. لا يعني مبادرة مليحة ما شاء الله، وإن شاء الله نزيدوا نطلبوا من الدولة تاعنا تزيد تنقص. زاد الحق شهر رمضان كاين الناس ما تلحقش باش تشري. خويا واش نقول لك، هنا الأسعار ما شاء الله والنوعية تاع اللحم ما شاء الله. أنا مشتاش هنا في ولاية برج بوعريريج، أنا وعندي مطعم كنت نشري اللحم منه ومنه، كي لقيت البوشي هذا يعني الله يبارك راني نجي نقضي من عنده يوميا. من حيث الاسعار يعني اللي راهي تدور هنا في البلاد اسعار جد معقوله، والنوعيه تاع اللحم ما شاء الله، من حيث انه يعتمد السيد على اللحم المحلي كما نقولوا احنا. نورمالمون في رمضان ما يديباسيش 120 130 باش يكون في متناول الجميع سيرتو الزواليه، باسكو رمضان الناس كل لازم تاكل لحم. الجزار خليل مثال على مدى فعالية عملية استيراد اللحوم القادمة من جنوب الجزائر الكبير، والذي يزخر بخيرات من شأنها تزويد السوق بالشمال وسد النقص بالمنتج، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان.